السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبي رسول الله. أهلا وسهلا بكل متابعيني، أهلا بكم من مطبخي مطبخ غدا شوقي. النهاردة أنا نزلت السوق، جبت سمك موسى الجميل ده، وجبت سمك سبيت. طبعا في فرق بين سمك السبيت وسمك الكاليماري. الكاليماري دوت اسمه كاليماري قراطيس، زي ما حضراتكم شايفين شكله كده، بيكون شبه القرطاس شوية. ده طبعا السبيت بتاعنا اللي هو الاخطبوط، ده بيكون كله لحم وطعمه جميل جدا جدا، واحنا بصراحة انا واولادي من عشاقه. ان شاء الله النهاردة هننظفهم مع بعض ونشوف طريقة تنظيفهم الصحيحة. سمكة موسى بقى زي ما حضراتكم عارفين، سبحان الله العظيم، يعني لما ربنا شق البحر لسيدنا موسى عليه السلام، فأصبحت السمكة دي من ضمن الحاجة اللي كانت في البحر، فاتسمت عشان كده سمك موسى. هنلاقيها هي لونين بشكلين مختلفين، يعني سبحان الله. هنبدأ بقى نسمي الله كده، هنقص الزعانف بتاعتها. أنا جبت بصراحة، شيلنا سمكة وخلينا واحدة عشان توسع لنا الدنيا. المقص دوت أنا قلت أقص بيه على أساس إن هو كبير، بس للأسف مش هينفع، يعني بيجي في حتة كده وبيعرقل، فهجيب مقص تاني أحمى منه شوية، لأن السمكة جامدة ما شاء الله عليها، والقشور بتاعتها اللي بره دي جامدة جدا. أهو المقص ده على قد إن هو صغير بس حامي جدا. بنشيل بقى كده الجناب بتاعة السمكة، علشان خاطر لما نيجي نشيل الجلد السميك بتاعها او القشور اللي عليها تكون سهلة، ما يكونش في حاجة معرقلها من الجناب. يعني سمكة موسى دي يعني من الاسماك اللي احنا بنعشقها بصراحة، بالاخص لما تكون بحالها كده واحنا بنسلخها، او يعني الراجل هو يسلخها، بس انا بصراحة بحب انظف السمك في البيت، ما بحبش ان انا انظفه بره، يعني بيكون انظف واحسن. السمك دوت يعني بصراحة لما بلاقيه في السوق ببقى أكني لقيت لقية، لأن هو سمك طعمه حلو قوي قوي، وبصراحة ما فيهوش أي زفارة خالص. أنا هنا هبدأ السلخ بتاع السمكة، هبدأها من الديل، بس هو بصراحة يعني كان يفضل إن أنا أبدأ من فوق من عند الدماغ بتاعة السمكة. طبعا في هنا ما بنبدأ السلخ اهو، في بعض اللحم بيطلع كده مع الجلد بتاع السمكة السميك دوت. طبعا انا مش هسيب فيها اي حاجة، يعني حتى الجلد اللي اتشال دوت عند الراجل بياخده بيرميه، انا هشيل الجلد ده، السمك اللي في الجلد دوت، وهنستفيد منه برضو، هنعمل منه حاجة هوريها لحضراتكم دلوقتي. ما شاء الله ما شاء الله، سمكة جميلة جدا وطعمها فوق الروعة بجد، اللي هيدوقها بجد هيدور عليها. أنا بنزل السوق عشان أدور عليها. سعر السمك دوت في السوق الكيلو زي ما هو بحلو كده بيكون ب60 جنيه، أنا خدته ب50 بصراحة. لما بيكون مخلي بيتباع كيلو ب100 جنيه، فهو بصراحة جميل قوي، يعني ما شاء الله عليه، من السمك اللي احنا بنعشقه، وان شاء الله تجربوه يعجبكم ان شاء الله. طبعا زي ما انتوا عارفين انا بحب انظف السمك في البيت بايدي، يعني اغلب السمك الكبير ده الناس بتفضل ان الراجل هو اللي ينظفه، بس بنظفه في البيت هنا بنفسي، بحس براحة نفسية، يعني مش بحب القرمة بتاعت الراجل بتاع السمك، بتكون زفرة ومش حلوة يعني. ما شاء الله عليها، بتتسلخ كويس، يعني في ناس بتشوف صعوبة فيها، بس أنا بصراحة يعني مش شايفة فيها أي صعوبة. أنا شفت الراجل عملها قدامي مرة واحدة بس، فقلت أعملها أنا بقى المرة دي. بنسلك بقى بالراحة كده بين اللحم وبين الجلد، علشان خاطر ما يكونش فيه أي حاجة خالص، يعني أي لحم متهدر. اهو بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.
طول ما احنا شغالين نذكر الله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. خلاص احنا خليناها، بنبدأ بقى كده بنضرب بسكينة تقيلة كده على الدماغ بتاعة السمكة علشان خاطر نفصلها. وهنا الديل كمان اهو، هي فيها بس شوك اللي هو بيكون في الجناب، والشوك اللي بيبقى في سلسلة الظهر. اهو بنشيل بقى المصارين بتاعة السمكة، منتهى السهولة، سهلة جدا، مش مفيهاش اي صعوبة خالص. وبنشيل سلسلة الدم دي اهي. طبعا انا شغالة على البلانشة قدامكم، بس المفروض انا بشتغل على القرمة، على تحت الحنفية يعني. يعني بعد ما بخلص سلخ بشتغل تحت الحنفية، بس انا حبيت بس اوري لحضراتكم، انا اسفة جدا على المنظر. السمكة التانية بقى هنبدأ نسلخها اهو من فوق، من عند الراس مش من عند الديل، هتكون اسهل يعني شوية. من اهي، جميلة جدا وطريقتها سهلة قوي. هنبدأ بقى نسلخ الجنب التاني. احنا كده خلاص خلصنا وشطفنا السمك بتاعنا، هنبدأ بقى نقطعه مع بعض. يعني ما شاء الله ما شاء الله، القطعة منه بتشبع. يعني القطعة الواحدة على بال ما بتتعمل بالتتبيلة بتاعتها وبالجمال بتاعها وبالحلاوة بتاعتها، بتبقى في منتهى الروعة. اهو احنا قطعناه، شايفين بقى جماله. احنا قطعنا كل سمك على 4 قطع، جميلة جدا ما شاء الله. هنبدأ بقى دلوقتي ننضف سمكة السبيت بتاعتنا. ادي سمكة الكاليماري، سهلة قوي قوي في تنظيفها. اهي بنشيل فيها قطعة بلاستيك كده، سبحان الله العظيم عليها. يعني اهي نطفت خلاص، مفيش اسهل من كده ولا اروع من كده. انا طبعا لما بلاقي الكاليماري ده وما بلاقيش السبيت بجيب الكاليماري، يعني هو بيكون الطعم قريب بس بيبقى رفيع شوية. بنشيل بقى اي حاجة سودة فيه زي ما حضراتكم شايفين كده، النظافة بقى بتاعته. بسم الله ما شاء الله. الراس بتاعته صغيرة بقى فهنرميها، ملهاش لازمة. بس الراس بتاعت سمكة السبيت طبعا مش هنسيبها، لان هي الراس كبيرة. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. هنبدأ بقى ننظف برضو اي حاجة سودة في قلب سمكة السبيت، هنشيلها اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. اي حاجة سمراء لونها مش طبيعي هنقسم السمكة. هنبدأ بقى نشيل الحتت اللي هي طالعة بره السمكة كده ونقطعها. قطعنا برضو الكاليماري، هنقطعها صوابع كده، مش هنتخنها قوي، لان برضو السمكة دي كده بتبقى سنها كبير. يعني دي نص كيلو، السمكة دي نص كيلو. بسم الله ما شاء الله، جميلة قوي. مش قادرة اقول لكم كان طعمها عامل ازاي، كان طعمها تحفة. هنبدأ بقى ننظف الراس بتاعة الاخطبوط، هنشيل طبعا اي زوايد فيها، هنشيل العين بتاعتها، العين بتاعتها اللي بيكون فيها الحبر. فتحت الحبر بتاعها، هنبدأ نشطفها على الحوض ونرجع تاني. شيلنا العين بتاعتها، نبدأ بقى نشيل، بنحاول نسلخ بقى اي حاجة فيها، اي حاجة سودة نبدأ نشيلها. انا اسفة طبعا على منظر البلانشة انها بالمنظر ده، ولكن مضطرين يعني عشان اوري حضراتكم ازاي نجيب الحاجة وننظفها في البيت، لان طبعا احنا في ظروف دلوقتي احسن حاجة ان كل حاجة نعملها في البيت بايدينا. اهو دلوقتي انا بنظف الدماغ بتاعت السمكة، بنقطعها بقى صوابع كده ما شاء الله. مش قادرة اقول لكم مش قادرة اقول لكم، يعني احنا متغذين بيها. انا دلوقتي لو قدامي تاني منها هاكل منها تاني، مش هقول لها لا. خلصنا كده خلاص. هنا بقى انا عملت حاجة، القشر بتاع الجلد بتاع سمكة موسى طلعت منها بواقي السمك اللي فيها، وخدت اي سمك طلع اتهدر من السمك وانا بقطعه، لان هي السمكة بتاعتها اللحم بتاعها ناعم شوية، هبدأ افرمه كده بالسكينة، فمش هيديني اللي انا عاوزاه يعني. فهعمله في المطحنة الصغيرة بتاعة الخلاط، هفرمه ناعم قوي. هجرب كده، جربت قطعة كده، هنحط لها بقى 2 معلقتين فيجيتار، معانا ملح وكمون وفلفل اسود وتوم
كزبرة ناشفة وفصين ثوم، وهناخد حتة فلفل أخضر كمان معاها، هنفرم هنعملهم كفتة. يعني دول حوالي 150 جرام سمك، يعني خسارة طبعا إن احنا نرميهم. أنا طبعا لما طلعتهم من الجلد فتطلعين متفتتين معانا، مش هينفع يبقوا قطعة واحدة. فهنفرم بقى، فرمنا جزء اهو من السمك، وهنفرم بقى الجزء التاني مع حتة فلفل رومي كده وفصين ثوم، وهنحط لهم بقى التوابل بتاعتنا، بس مش هنحط الملح كله علشان احنا معانا الفيجيتار عليه ملح. هنبدأ بقى نقلبهم كده ونحولهم لكفتة. ان شاء الله يعني ممكن بعد كده نجيب اي نوع سمك فيليه ونفرمه ونعمله كفتة في قلب البيت. على فكرة طعمها كان روعة روعة روعة، فكرتني بكفتة الجمبري اهي، ما شاء الله. خلاص كده بقت ناعمة، بنقلبها بقى بايدينا لان الشوكة مش مجدية قوي. وهنبدأ بقى نصبحها كده، هنعملها بقى صوابع كده صغننة كده على شكل الجمبرية، اكنها جمبرية كبيرة يعني. حضراتكم تشوفوا شكلها دلوقتي عامل ازاي. بليت ايديا ومية بس عشان خاطر البقسماط ما كانش راضي يمشي في الايد. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. من سمكتين موسى عملنا اكلتين مع كفتة، حاجة روعة بجد والله العظيم. يعني حاجة، السمكة غالية شوية عن البولتي وعن الأنواع التانية. كده احنا خلاص خلصنا، ادي سمكة موسى وادي الكاليماري. السبيت اهي نضيف وريحة جميلة جدا، ومعانا اهو كفتة السمك، روعة روعة. ان شاء الله لو الفيديو عجبكم بتاعي ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب، ودعوة حلوة من القلب، وياريت لو عجبكم اكتر تشيروه. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، وهنسجل بقى فيديو واحنا عاملين السمك ونشوف شكله عامل ازاي وهنسويه بطريقة ايه، وهيعجبكم ان شاء الله بإذن الله.